Today we will talk about there is and there are. When we use there is and when we use there are. So, we use there is and there are. We use there is or there are to talk about something that exists. In a place. معنى الكلام إنه نحن نستخدم there is و there are للتحدث عن شيء موجود في مكان ما. يعني نستخدم there is with there are للتحدث عن شيء موجود في مكان ما. للتحدث عن شيء موجود في مكان ما. At first we have there is. There is هي نفسها there's. There is هي نفسها there's. عندنا there is هي اختصار لكلمة there مع ال is هي نفسها كلمة there's. There's هي اختصار لكلمة there مع is. كمان مرة عندنا there وعندنا is. في حالة بدنا نجمعهم مع بعض ونختصر الكلمة بتصير كلمة there's. We use there is to talk about singular thing. What does singular thing mean? That means one thing. So, we use there is to talk about singular thing that exists in a place. نحن نستخدم there is مع المفرد singular مع المفرد there is مع المفرد للتحدث عن شيء واحد موجود في مكان معين. For example, there is a pencil in my pencil case. So, this is my pencil case and here we have pen or pencil. So, there is a pencil in the pencil case. So, هناك قلم وين في المقلمة. يعني هناك قلم وين في المقلمة. والقلم هنا مفرد
يعني هناك قلم واحد. هناك قلم واحد في المقلمة. There is a pencil. There is a pencil معناته إنه إحنا عنا one pencil in the pencil case. In the pencil case. تمام. هذا بالنسبة ل there is. نيجي لكلمة there are. There are. أيضا هناك there are هي نفسها عند الاختصار there. كما قلنا في السابق there is تساوي there's. Now we have there with are equals there. They are. So we use there are to talk about more than one thing, and that thing is more than one thing in a place. يعني نستخدم there are للتحدث عن أكثر من شيء واحد موجود في مكان معين. أكثر من شيء واحد معناته إنه إحنا بنحكي عن جمع وليس مفرد. معناته إنه إحنا نحكي عن جمع وليس مفرد. نحن نستخدم there are للتحدث عن أكثر من شيء موجود في مكان ما. مكان معين. أكثر من شيء هذا يعني إنه إحنا بنتحدث عن جمع وليس مفرد. تمام. For example, there are pencils in my pencil case. There are pencils. هناك أقلام في مقلمتي. Are pencils. Are مع pencils. Are عنا جمع وضفنا الأس تبعت الجمع لكلمة pencils. هذا بالنسبة لدرس there is and there are. كمان مرة حنعاود نشرح كمان مرة. We use there is and there are to talk about something that exists in a place. نحن نستخدم there is and there are للتحدث عن شيء موجود في مكان ما. في الأول حكينا عن there is. حكينا عن استخدامات there is. حكينا استخدمناها to talk about singular thing that exists in a place. So نحن نستخدم there is للتحدث أو للتكلم عن شيء واحد موجود في مكان معين. يعني دائما there is بتيجي معنا مع المفرد. لازم يكون أمام الكلمة اللي بنحكي عنها there is لازم يجي بعدها a أو an. a أو an معناتها singular وليس plural. نيجي لل there are. We use there are to talk about more than one thing in a place. يعني نحن نستخدم there are للتحدث عن أكثر من شيء موجود في مكان معين. أكثر من شيء شو معناها؟ أكثر من شيء تعني أننا نتحدث عن جمع وليس مفرد.
For example, مثال على ذلك, there are pencils in my pencil case. There are pencils. So, هناك أقلام في مقلمتي. Are, استخدمنا الـ are اللي هي الجمع. مع الـ s الموجودة عندنا في الـ pencils اللي صارت حولت من الـ pencil اللي هو مفرد a pencil to pencils. ضفنا لها الـ s تبعت الجمع. هذا كان بالنسبة لدرسنا بالنسبة لـ there is و there are. أي سؤال ممكن كنت تسألوني إياه وبكل صدر رحب. يعطيكم ألف عافية.